باش نرجعوا داك الاموال تستثمر هنا ونخلقوا منها فرص شغل. واش يمكن لنا اليوم نخلقوا واحد القانون ديال التجريم العارف لو ديلي دينيسي؟ ونحن نرى بانه اغلبيه ديال الرؤساء ديال المجالس وديال الجهات فاسدين ومفسدين ويستغلون نفوذهم من اجل تراكم الثروات وكيخليو هذه البلاد بدون امكانيه ديال التنميه. واش يمكن لنا اليوم نقولوا بانه كاين فساد مؤسس بالبلاد بلا ما تكون عندنا الامكانيه باننا نرصدوا هذا الشيء كله بالتدقيقات ديالنا؟ واش يمكن لنا اليوم كذلك انه نطالبوا واحد الافتحاص ديال المديونيه؟ واش البلاد غارقه في المديونيه وحنا ما عرفناش هذه المديونيه هذه فين مشات؟ واليوم حتى الحكومه اللي جات واللي هي ما عندهاش بالطبع السلطه ولكن ليست بريئه لانها بغات حتى هي تحكم لمشروع ربما جاينا حتى من شي جهات اخرى. هذه الحكومه هذه اللي دخلت وهي في اجراءات لا ديمقراطيه لا شعبيه زادت على المعيشه ديال الفقير، مشات كتقترض في عطبه ترجع الاموال من هما وتحارب الفساد كيف وعدت الناخبين ديالها اللي صوتوا عليها باش تحارب الفساد، نسات هذا الشيء هذا وكتقول عفا الله على مساله بحال الفلوس تخداو لها من جيبها، هادو فلوس المغاربه وهذا ضياع ديال الامكانيه ديال التنميه. هذه الحكومه هذه مشات كتقترض لنا من صندوق النقد الدولي وكتغل بذلك السياده ديال البلاد وحنا غرقانين في الديون. فينا هي هذا الافتحاص؟ هذا الافتحاص حنا طلبنا به هذه عشرات السنين ديال المديونيه ديال البلاد، لان كاين مديونيه اللي خديناها وبقات تماك. ولهذا كل امكانيه ديال التنميه، كل امكانيه ديال النهوض ما كاينش. وشفنا بان الانظمه المستبده اللي كتنتفض الشعوب ما كتلقى من سبيل الا لسياسه قمعيه انتقاميه، الا الى محاكمات سوريه، الا تضييق الحريات الحقوق، ضرب العمل النقابي، تضييق على المناضلين المناضلات، ترحيل المناضلين ما عجبوهاش تحيدهم واحد المنطقه كترميهم جهه اخرى. وحنا في المغرب اليوم كنعيشوا في الحقيقه واحد الوضع لا نحسد عليه، لان هذا الوضع هذا يهدد حتى استقرار البلاد، لان هناك فوارق اجتماعيه، فوارق مجاليه، فوارق حسب النوع التي تزداد استفحالا كل يوم. هو الرفيق كيجي تيتكلم لي على الباديه، المدرسه القمل فراس ديال الدراري، الاساتذه ما كاينينش، الامكانيات ما كايناش. اش هذا المغرب؟ حنا كنا كنتكلموا على المغرب النافع وغير النافع، هذا المغرب هذا ردوا 90% ديالو غير نافع ومهمش نظرا للسياده الاستبداد والفساد وللافلات من العقاب. اذا ما يمكنش لينا حنايا نبقاو واقفين مكتوفين الايدي، وحنا ماشي مكتوفين الايدي بالطبع، نحن نجتهد رغم اننا محاربون في كل خطوه عملناها، ومحاربون حتى بهذيك السلطه الرابعه اللي خصها تكون اللي هي الاعلام اللي خصو يكون كاداه للبناء الديمقراطي. فوق ما كنا حنا شي خطاب اللي هو مفيد، كتلقى داك المخابرات يجتهدون في التقاط واحد الجمله في غير محلها وفي غير السياق ديالها باش يضربوا المناضلين الشرفاء في هذا البلاد، ولكن هذا لن يدنينا. والرفاق ديالنا اللي داروا الحشيش في السياره، رفاق مجديها هو جمل وزادتها هو لهنايا، ورفاق اخرون، لان فوق ما كيلقاو شي واحد يحارب الفساد الا وكيخترقوا ليه هما من فات، الا كيحاولوا هما يضربوه باش يخلعونا ونرجعوا للور، لانه الثقافه المخزنيه اللي مبنيه على التخويف ومبنيه على الترهيب والارهاب انها راه اليوم الشعوب تنتفض وفقت. الشعوب تنتفض. انا غادي نهي اسمح لي انا طولت شي شويه في هذه المساله هذه. كنقول بانه غادي نرجع للكلمتين الاساسيتين، هو انه النضال الديمقراطي يجب ان يستمر بادوات حديثه وجديده بتقويه الصف الديمقراطي التقدمي في البلاد، واننا نرجعوا الصراع لهاد الناس اللي رجعوا، لانه كيف قال امين معلوف النهبادي انه الشعب ولا العربي المسلم ولا واحد الهويه اقصائيه وكذا حتى هويه قاتله، لانه سبقوا الغرب ولانه مهان في بلدان وما فيها لا ديمقراطيه لا مواطنه. حنا كنقولوا اليوم بان هذه الشعوب بالعكس ما بقاتش في الفعل، هي في الفعل هي تريد البناء وتؤمن بالسيادة الشعبية وتؤمن بالعدالة الاجتماعية وتؤمن بضرورة إسقاط الفساد والاستبداد، ولكن يجب أن تجدنا جميعا كصف واحد ومنفتحين على كل القوى الفاعلة ومحركين ل
لدعامات التغيير المنشود الذي يمكن أن نحققه إذا ما استطعنا أن نبقي الأمل متقداً في هذا البلد. أظن أن المغاربة يحتجون وكلهم أمل، وكلهم أمل في بناء مغرب الغد، مغرب يتسع لكل مغربية ومغاربة. ما يبقاش لنا هجرات أدمغة، ما يبقاش ولادنا كيغرقوا في البحر، ما يبقاش الانفصال، ما يبقاش الإحباط. بالعكس، كل مغرب يصون الكرامة الإنسانية للجميع وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية، ويكون بالفعل دولة الحق والقانون. وآنذاك سنعزز مواقفنا لا بالنسبة لأقاليمنا الجنوبية الصحراوية، ولا بكل قضايانا، أن المغرب يكون سيد قراره وتكون عنده مكانته بين الدول المحترمة.